انس الترجي محاولة المرور من انيس البدري كرة خطيرة ضربة جزاء ضرب الجزاء حق الرحماني سينقذها شمس الدين يتأخر يوسف البلايلي الحكم قال لك نفذ يوسف البلايلي حطها بروعة في الشباك يوسف البلايلي بروعة وبالبراعة في الشباك حطها على يسار شمس الدين رحماني وأول جول للترجي التونسي في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول من هذه المباراة. يا لها من بداية كرة الدخلة من يوسف البلايلي كرة خطيرة بالراس بابا 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 جول فوسيني كوليبالي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من انطلاقة الشوط الثاني من عمر هذه المباراة. جاءكم من كوت ديفوار فوق أرضية الميدان وجاء الجول الأول بهذا الشكل أول أهداف فوسيني كوليبالي. غريب الكرة شوف وين طلعت الكرة شوف طلعت للسماء بهذا الشكل ويجي ويلحقها ويضربها بيمناه ويحطها في الجول. غريبة 2-0 صارت النتيجة الآن وتلعب وتمرر وتراوى وتخرج جزيدة جول في منتهى روعة هذا الجول. يا سلام على عديل جعبوت حطها في الجول 2-1 صارت النتيجة. أنا كذلك أمام أنظار كل مدافعي الترجي يتفرجون على هذه الكرة. اللعبة كم كانت رائعة من هنالك من عبد النور بالخير أمام دفاع يتفرج وأمام معز بالشريفية لم يقدر حتى على التقاط صورة لهذه التسديدة قوية جدا فوق وفوق راسه. لصالح شباب قسنطينة اللعبة كم كانت رائعة والرأسية أروع ونسيم يدو أعتقد هو اللي سجل هدف التعديل لصالح شباب قسنطينة 2-1. يا سلام الكل يتفرج على يدو وهو يرتقي على قيصر قامته ويحطها بالرأس في الزاوية اليمنى من مرمى معز بن شريفية مسجلا هدف التعديل 2-2 بين شباب قسنطينة والترجي التونسي. رجعوا القسنطينية في هذه المباراة رجعوا اللاعبين الجزء خلفاء لصالح محمد أمين المسكيني على الجهة اليمنى من مرمى شمس الدين الرحماني وجول. شوف مين جاكم هذا جاء من تونس محمد علي اليعقوبي جاء من تونس بالرأس وسجل هدف عليكم في قسنطينة بهذا الشكل. هاي يا 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 اختلالات في الدفاع وفي الكرات الثابتة واضحة هنا من جانب دفاع فريق شباب قسنطينة. شوف مين جا شوف شوف هنا وضع التسلل في القائمة الثانية وضع التسلل لكن مش هو اللي ضرب الكرة مش هو اللي يسجل أو هو لا مش هو